ورجعنا لكم تاني وفقرتنا الثالثة ويلا نعيش مع دكتور محمد سلطان، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة بكلية طب جامعة الأزهر. وهنتكلم النهاردة عن النزلات المعوية في فصل الصيف، هو بيسموه مرض الصيف. أهلا بيك يا دكتور، منورنا. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور محمد، بداية كده، إيه هو مرض الصيف؟ ليه بيسموه مرض الصيف؟ والله هو احنا مبدئيا سعيد إن حضرتك في البرنامج. الفكرة احنا بنتكلم على النزلات المعوية للأطفال، واحنا بنقولها إن هي مرض الصيف لأن هي تقريبا اكتر حاجه من اكتر الحاجات اللي بتجينا كاستشارات في العيادات والمستشفيات بسبب النزله المعويه. ليه بنقول مرض الصيف؟ لان هو ده اكتر وقت بينشط فيه فيروس معين بسبب حوالي 90% من النزلات المعويه عند الاطفال، وهو فيروس الروتا. غير كده بقى كمان ممكن نتكلم عن طرق تخزين الطعام، وده حاجه هتيجي كمان عندنا في قدام في الحلقه يعني ان شاء الله. طرق تخزين الطعام احنا عندنا هنا يعني طرق كتير مش صحيحة، الأطعمة المكشوفة، عدم التزام بدرجات الحرارة المعينة اللي المفروض يتحط فيها، حاجات الأطفال اللي لما بتكبر شوية وبتبدأ تجيب حاجات من الكشاك والحاجات اللي ممكن يكون سابها فترة في الشمس فبدأت درجة التخمر والتعفن ونشاط البكتيريا. تمام، ما احنا هنيجي ليها نقول هي مش معنى انها كل الأولاد بياكلوها ان هي حاجة صحية. يعني ايه الاول يا دكتور نزله معويه؟ والله احنا لما بنتكلم على النزله المعويه فده التهاب في الجهاز الهضمي للاطفال، بيكون عندنا اكتر من حاجه، اكتر من عرض باينين عليه. اول حاجه الاسهال، ومعنى ان احنا بنقول اسهال يبقى احنا بنتكلم دلوقتي ان الطفل بيعمل اكتر من العاده بتاعته. معنى ايه؟ يعني زي مثلا لو هو بيعمل في اليوم في العادي بتاعه 3 مرات، فاحنا لو زدنا مرتين عن المعدل ده يعني بقى 5 مرات. وغير كده كمان الطبيعة بتاعت الإسهال نفسه، يعني هو طبيعي كان بيعمله ماسك الإسهال، فبدأ يبقى هو بنسميه ووتري دايريا، إن هو يبقى مية خالص ويغرقه لحد ما يوصل ظهره. تمام، فده كده احنا بنتكلم في إن الهابت بتاعت البول هابت أو طبيعة الأمعاء بدأت تتغير. ماشي، غير كده بتكون مصاحبها أحيانا قيء، والقيء برضو عشان نقول ان هو قيء مرضي هيبقى قيء متكرر، ولدرجة ان الطفل ممكن يكون خلص كل اللي في بطنه خالص وبرضو بيحاول يرجع حاجة اصلا مش موجود، يعني مش موجودة. ده برضو بسبب النزلة المعوية، اللي هو الترجيع اللي هو اللي يوصل لحد الجفاف يا دكتور. ما هو بقى دي هي دي النقطة اللي بعد كده بقى. ايه خطورة النزلة المعوية وليه احنا قلنا هي مرض الصيف؟ وكورلد وايد او على مستوى العالم احنا بنتكلم ان النزلة المعوية لحد قبل اختراع بنسلين القرن العشرين، او زي احنا كأطباء بنسميه اللي هو محلول الجفاف، يعني احنا شايفينه كبنسلين للقرن العشرين لان هو انقذ اطفال كتير جدا. قبل الاختراع كانت اول سبب للوفاة، وحاليا لحد دلوقتي هي تاني اكبر سبب مسببات الوفاة في الاطفال على مستوى العالم. يعني هو احنا ممكن نتكلم ده نزله معويه وكده كده وممكن كده كده هتخف وبتاع، لا لو الاهل ما كانوش اورينتد واخدين بالهم من امتى الطفل دخل في جفاف ولا لا. الجفاف ده مشكلته ان هو هياثر على المعادن في الدم وممكن ياثر على درجه الوعي وممكن يؤدي بعد كده للوفاه. هي بدايتها اصلا اسهال ولا سخونه؟ لا، ما هو احنا عشان مش شرط ان النزله المعويه مش شرط ان يبقى فيها سخونه، ممكن يبقى فيها لو جريد فيفر يعني سخونه بسيطه. دي الحاجه الاصليه، لكن اهم عرض الاسهال، بعديه يبقى مصاحب الترجيع. بعد كده بقى هندخل في علامات الجفاف، هيبقى فيها اكتر من حاجه. يعني الجفاف نفسه هيبقى الولد ملهوف على الميه قوي، ملهوف على اي سائل، ممكن يكون مصاحب ليها سميها اريتابيلتي ان هو مقريف قوي. يعني الام بتيجي في العياده بتقول لي هو مقريف ومش طايق حد جنبيه. لو بدا بعد كده يبقى اخطر من كده، في مرحله بعد كده اللي هو الجفاف الشديد، بعد هيبقى العصبيه دي هتتحول ان هو بقى همدان خالص ومسخسخ خالص وبقى رافض كمان. يعني هو في الاول هيبقى عايز سوائل كتير لكن هو ما اخدش والجفاف زاد وبدا ياثر على المخ وعلى المعادن، فهيبدا بقى يدخل في مرحله اللي هو السيفير ديهيدريشن او الجفاف الشديد دون. ودي اخطر مراحل النزله المعويه لان هي دي اللي بيحصل، ممكن بيحصل فيها كل السيفير كومبليكيشن او المضاعفات الخطيره جدا اللي منها زي ما قلت حضرتك قد تصل للوفاه.
ازاي نحمي ولادنا من نزله معويه يا دكتور؟ هنحمي ولادنا اول حاجه يعني لازم نفكر الاول. احنا قلنا عندنا اعراضين مهمين قوي، الاسهال والترجيع. قبل اي حاجه وقبل كل حاجه لازم يبقى كل ام عندها في البيت عندها اكياس محلول الجفاف. ماشي. اكياس محلول الجفاف في الغالب اللو صوديوم اللي هي الاطفال قبل سنتين، هتلاقيها يا قالت هتروح الصيدليه تقول اي حاجه محلول جفاف هو عارف هيديه لها كده كده. الكيس بيتحل، ليه طريقه للتحضير يعني. بس دي معلومه للاصل ان الامهات كلهم يبقوا عارفينها، ان الكيس دوت بيتحل على 200 سم ميه، ما يتحلش على 7، عشان في معلومه خاطئه كده عند امهات كتير ان هي تحطه على 7 او على سبرايت او على اي حاجه من دي. لا، هو ملي على ميه، يتحل على ميه عاديه، يتحل على 200 سم ميه اللي هو مج الشاي العادي. وبنديله لحد في مدرستين يعني، عشان هي برضو هي مش طبيبه يعني، احنا الكلام ده وبالكلام ده احنا بنقوله يعني للاسعافات الاوليه. لكن لو هي ده لو ما عندوش نزله معويه، احنا ده بدايه عنده اسهال بس مثلا. يعني احنا لكن هي مش يعني، لان هي ممكن صعب قوي تقيم الجفاف. لكن احنا بنتكلم ان هي لسه في البدايات، في البدايات لحد ما تستشير طبيب يعني عندها. بتحله على 200 سم ميه يعني مج شاي كامل، وبتديله اما لحد ان هو ما يرتوي يعني يرفضه ماشي، بس بالراحه بتدي كل 2 دقيقة كل دقيقتين كده معلقه. وبعد كل مره اسهال تديله 15 معلقه او 50 سم، سيان بقى هي هتحسبهم ازاي. يا اما معلقه شاي صغيره دي 15 معلقه، او اما تديله 50 سم بعد كل مره اسهال. بعد كده ولسه برضو او بدا مش قابل او بيرجعه او الاسهال ده كميته زادت او وصل 10 مرات سي مثلا في اليوم او 20 مره ومش قادره اتعوض، فلا يعني الحاجات دي كلها لازم ضروري وقتها تستشير طبيب. لان هو بقى هيقول لها هيكمل بايه جنب ده. نحمي تاني، في برضو في الحمايه ازاي نحمي اطفالنا من النزلات المعويه، هنجيبها لحضرتك قدام، اللي هو الوقايه خير من العلاج. احنا بنتكلم ان الوقايه خير من العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الجميل اما قال اذا نزل الطاعون، كان بيتكلم على الطاعون، اذا نزل الوباء ببلد وانتم فيه فلا تخرجوا منه، واذا نزل ببلد وانتم، معنى التكمله يعني، وانتم قادمون عليه فلا تقربوه. اللي هو كان هنا كان بيتكلم عن حاجه صحيه بعد كده متعرفه في العالم اللي هو الحجر الصحي. فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الوقايه. انت خلاص لو كان جالك المرض ده ما تطلعش بقى من مكانك عشان ما تروحش تعدي بقيه الناس، او لو انت عرفت ان الوباء ده موجود في المكان ما تدخلش المكان، ما تدخلش المكان عشان برضو ما تعديش غيرك والوباء ما ينتشرش. فاحنا في حاجه جميله جدا بتحمينا من النزلات المعويه اللي هو الروتا فاكسين، والكلام هيجي عنه قدام يعني. هي نزله معويه معديه؟ الفيروس نفسه ممكن يتنقل لاكثر من حد، لكن هو مش هيتنقل من الفيروس، ممكن يصيب اكتر من حد في نفس الوقت، لكن مش هيتنقل من طفل لطفل. مش هيتنقل من طفل لطفل. طب هل في تطعيمات خاصه بيها يا دكتور؟ ما هو بقى ده التطعيم الروتا فاكسين، وهي دي الحمد لله حاجه حاليا متوفره في مصر. احنا بننصح يعني، هو طبعا احنا في الاول يعني برضو احنا اكيد في ناس يعني من اللي بيسمعونا وقت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاحنا هنتكلم الاول. انت لو عندك محلول الجفاف في البداية ده ماشي كويس، لكن لو انت قادرة تشتري التطعيم يبقى ده اوكي يعني، كويس جدا انك تشتريه. هو التطعيم اللي موجود في مصر نوعين، نوع 3 جرعات ونوع جرعتين، بنبدأه من عند 2 شهور و4 شهور و6 شهور. اقل حاجة للبداية ان احنا نبدأ فيها الجرعة عند عمر 6 اسابيع، واقصى حاجه للجرعه الاخيره عند 8 شهور. تمام. يعني لو طفل عدى 8 شهور خلاص ما عادش ينفع يطعم الروتا فاكسين. طب هل النزله المعويه ممكن تيجي من اهمال من الام نفسها؟ لو هي ما بتحافظش على اللبن، لو هو بيرضع صناعي، او الاكلات بتاعته ما بتبقاش طازه اول باول، او عدم التعقيم بتاعة منتجاته. تمام. هو مش فكره ان هو هيجي من زي ما قلت حضرتك، وارد ان يكون الكونتامينيشن او عدم تعقيم الحاجات كويس يعني. فاحنا دايما بننصح الامهات ان دايما الببرونه بتنضفها كويس باستمرار وميه مغليه، وان تاخد ما تسيبهاش مكشوفه ابدا، ده لو بترضع صناعي. وانا طبعا الرضاعه الطبيعيه هي دي الاصل، هي دي اللي هتقوي الرابط بين الطفل ومامته
وهي اللي هتدي له كل العناصر المناعية اللي هتخليه يقاوم الحاجات دي، النزلات المعوية وأي حاجة مثيلة غيرها، نزلات البرد أو النزلات الشعبية أو كده. لكن تحديدا في اللي بيرضعوا صناعي، احنا بيحصل في حاجة عندنا بتحصل مع النزلة المعوية، ممكن هو كلام ادفانسد بس احنا يعني وارد لازم نقوله، ترانزيشنال بنسميها احنا ترانزيشنال لاكتوز انتوليرانس، حساسية معينة في وقت النزلة المعوية لسكر اللبن. بس ده اكتر بيحصل اكتر مع اللبن الصناعي تحديدا، فاحنا وقتها بس وبيكون مصاحب ليه اعراض تانية، ان يكون الولد يعني متجرح من تحت خالص واسهال مية مش بيوقف خالص، وقتها احنا ممكن فترة وجيزة بنوصف لبن خالي اللاكتوز. متوفر كل الصيدليات؟ هو موجود بس طبعا ده ما يتاخدش غير بوصف الطبيب. وزي ما قلنا احنا هنرجع الاول هي الاصل الرضاعة الطبيعية، وحتى احنا في وقت في بداية في الرضاعة الطبيعية احنا مش بنوقف الرضاعة، احنا لو قلت لحضرتك محلول جفاف ده هتضيفه جنب الرضاعة، يعني هي مش هتوقف الرضاعة ابدا، يعني عشان برضو شائع عند بعض الناس هو لا يعني ده احنا ممكن اديله مية اديله سوائل، لا يعني الرضاعة الاول بعد كده ممكن نتكلم في الحاجات التانية. استاذنا ناخد اتصال معانا. اتفضل. نورة مساء الخير يا نورة. مساء النور حضرتك. مساء النور اتفضلي. لو سمحتي انا كنت بس اسال على بنتي بتسخن كتير جدا، ومش عارفه ايه سبب السخنيه. كل عندها كام سنه الاول يا نورة؟ هي دلوقتي عندها سنه وثلاث شهور. السخونية بقالها قد ايه؟ اهلا بحضرتك يا فندم. من الاول السخونية يعني بقالها قد ايه؟ السخونية بتروح وبتيجي، كل ما اروح للدكتور يقول لي اعملي لي تحاليل، فعملت تحاليل صورة دم كاملة، فالحمد لله ما طلعتش فيها اي حاجة. تمام. فدلوقتي برضو تاني يوم العيد سخنت جامد وترجيع واسهال وكده، فروحت للدكتور قال لي دي التهابات في زورها. ورحت بعد كده كتب لي على مضاد حيوي وكده، فروحت للدكتور تاني ف قال لي دي عندها صديد في زورها. والصديد ده هو اللي عامل السخونيات. تمام. لكن انا اقصد يعني سؤالي الاصلي يا فندم، هل الحراره نفسها يعني اكتر فتره بتقعدها قد ايه مستمره معاها؟ كام يوم؟ هي بتقعد حوالي 3 ايام ولازم يبقى في انتيبيوتيك. لازم تاخد انتيبيوتيك عشان بتنزل. وهي انت قلت لحضرتك قلت عمرها سنه وشهرين، اتكررت عليها في الفتره دي قد ايه؟ يعني احنا يعني 14 شهر اهوت، يعني اتكررت عليها كم مره في ال 14 شهر دول؟ يعني مفيش، ممكن شهر يعني بعد ما بدات 6 شهور كده او حاجه بدات السخونيه بقى ترجع، تبدا من اول 6 شهور تقعد مثلا شهر والسخونيه ترجع تاني، شهر والسخونيه ترجع تاني. عملت تحليل بقى الدكتور اخر مره طلب مني تحليل بول، فطلع في التحليل بعد ما خدت الانتيبيوتيك وكده طلع في التحليل دوت في صديد. صديد مش عارفه بقى ده بعد ما الصديد نزل في البول ولا هو اصلا الصديد ده اللي بسبب الحراره، مش عارفه بقى. بس اللي انا بقصده يا فندم جنب التحليل نفسه، هل في اي اعراض تانيه؟ لا مفيش يعني اي حاجه، هي اخر مره بس الترجيع والاسهال اخر ديت حاجه جديده عليها. تمام. بس خدت بقى العلاج بقت كويسه الحمد لله، فانا برضو بعد ما بقت كويسه حبيت ان انا اطمن عليها عشان السخونيه ما ترجعش تاني. يعني مفيش اي اعراض تانيه؟ مفيش ان تحليل دم قبل كده زي ما قلت لحضرتك، الدم التحليل ما شاء الله يعني الحمد لله ما طلعش فيه تحليل الدم كويس ومفيش اي اعراض تانيه، مفيش نهجان، مفيش لا قدر الله صديق قبل كده هو بيقول عندها نزل من ودنها قبل كده او كان في اي اعراض مصاحبه تانيه غير الاسهال اللي حصل المره بتاعه العيد ده؟ بس مفيش اي حاجه الحمد لله، وخدت ابره بعد كده ما بقتش ترجع. طيب تمام. والتحليل طلع فيه التحليل بول طلع فيه صديد، هل الصديد ده هو اللي عامل سخونيه ولا الصديد لما نزل من زورها نزل في البول؟ فانا عايزه بس حضرتك تمام هنقول لحضرتك تمام. الدكتور هيرد على حضرتك حالا يا نوره، شكرا لاتصالك يا نوره. هو مبدئيا عشان الشكوى بتاعت استاذه نوره طالما الحراره مش بتقعد فتره، يعني انا كان اهم سؤال عندي هي بتقعد فتره قد ايه، فهي بتقول 3 ايام او يومين وبعد كده بتروح.
هي دي اول حاجه، احنا هنقلق لو ان الحراره عندنا مطوله، يعني قاعده فتره اكتر من 48 او 72 ساعه. دي الحاجه اللي اتقلقنا قوي. الحاجه الثانيه الاعراض المصاحبه، الحمد لله طالما مش معاها اي اعراض مصاحبه ثانيه، لا بيتكرر عليها نهجان او بيتكرر عليها يعني حاجه معينه تقول ان في شيست انفكشن او عدوى في الصدر، او انا سالتها برضو عشان موضوع ودنها دون، ما فيش حاجه في ودنها تقول ان معاها كرونيك انفكشن في الاير، يعني يكون ودنها فيها مشاكل او اي حاجه. اول حاجه لازم نتاكد هي حراره فعلا ولا لا، يعني مش معنى ان هي جسمها دافي كده ان احنا كده هنقول ان هي سخنه، لا. لازم نتاكد بالترمومتر، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه المباشره ان هي قالت ان هي عملت اوريدي صوره دم وكانت كويسه. اللي احنا بنطلبه في الحاجات زي دي هنتاكد، يعني والكلام ده كده كده لازم ترجع لطبيب فيها لانه محتاجه فحص، يعني لازم هنفحص ودنها نتاكد ان ما فيهاش اي مشاكل، صدرها نتاكد عليه ان هو ما فيهوش اي مشاكل وممكن تحتاج اشعه او لا. الحاجه الثانيه فكره ان مش وارد ان احنا يجي لنا قوي صديد في البول في العمر ده. تمام. فعشان كده احنا بنحتاج مع تحليل بول مزرعه عشان نشوف المضاد الحيوي المناسب ليها ايه، لان مش اي مضاد حيوي هينفع في التهاب مجرى البول. الحاجه الثالثه لو اتكرر عليها التهاب مجرى البول فاحنا هنحتاج لها اشعه تلفزيونيه على البطن والحوض، وقتها ده كله طبعا راجع بعد تقييم الطبيب اللي هيبص عليها، لان ممكن يكون وارد ان يكون في مشكله في الجهاز البولي هي اللي بتعمل التهاب مجرى البول متكرر وبيسبب لها السخونيه المتكرره دي. طب دكتور ايه هي النزله المعويه البكتيريه؟ احنا قلنا في الاول الحلقه ان احنا عندنا النزله المعويه حوالي 90% منها او 95% منها فيرال او عدوى فيروسيه. وارد ان يكون نوع منهم او 5% الباقيين يبقوا بكتيريا، ودي حاجه بتحصل اكتر في الاطفال الكبار، يعني عند سن 3 او 4 سنين كده بيكون الطفل كبر وبدا يلوش، يعني احنا بمعنى الدارج بتاعنا اللي هو بيقول بدا يلوش، يعدي على اي سوبر ماركت اكشك بابا عايز من دي بابا عايز من دي، طب ينزل هنا ياكل هنا، يعني ما عادش في كنترول او تحكم عليه في الحاجات اللي هو بيدخلها. دي خاصة بالأكل بالذات صح؟ دي من الأصل من الأكل. وكمان احنا عندنا برضو بعض الأطعمة اللي بتتساب مكشوفة، درجات التخزين بتاعها مش كويس، ممكن بتتساب للحر طبعا عشان الحر بيزيد درجة التعفن والتخمر، فبيزود نشاط البكتيريا. فهي نفس الفكرة بتاعت الفيروسية، بس هيبقى زايد علينا ان الحرارة هتبقى واضحة قوي، هيبقى ممكن يكون وارد معانا ان الإسهال نفسه اللي هو اللي احنا كنا بنقول كان مية دون يبقى معاه مخاط او دم في البراز، وغير كده بقى برضو الطفل هيبقى همدان مع درجه الحراره المرتفعه. وده يمكن الاكسبشن او الاستثناء الوحيد في النزلات المعويه عندنا كاطباء اطفال، اللي هو احنا بنضيف له انتي بايوتيك، يعني مش كل نزله معويه احنا بنضيف لها انتي بايوتيك. طيب معانا اتصال يا دكتور. اتفضل. الاتصال اتفضل. طب امتى نستخدم يا دكتور مضاد حيوي؟ يعني احنا من نفسنا قبل ما نيجي لحضرتك او نيجي لاي دكتور، ساعات حضرتك عارف الامهات بتكسل تروح اصلا لدكتور وبتبدا تاخد مضاد حيوي. ما ينفعش ابدا ان احنا ناخد مضاد حيوي من نفسنا، ودي حاجه احنا بنقولها للامهات في العيادات عندنا. ده لما الطفل يكبر مش اول شهور. ولا يكبر ولا مش يكبر. احنا تقريبا احنا عندنا. طب اقطع كلامك يا دكتور، فاطمه رجعت لنا تاني. فاطمه مساء الخير يا فاطمه. مساء النور، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. معلش انا عايزه اسال الدكتور على حاجه. اتفضلي الدكتور مع حضرتك. انا ابني عنده 10 شهور وبرده السخونيه بتروح وتيجي بس بترتفع جامد وبتنزل مره واحده. نفس السؤال يا فندم اللي قبل كده، بتقعد قد ايه؟ يعني ممكن تقعد برده من بتقعد يعتبر اسبوع. ممكن تقعد اسبوع. هل في اي اعراض مصاحبه معاها ولا سخونيه بس يعني؟ برضو اسهال وترجيع. تمام. وكل مره مع السخونيه بيبقى فيها اسهال وترجيع؟ مش على طول. طب هل وارد ان في اي وقت من الاوقات معاهم كان في طفح جلدي؟ ايه؟ طفح جلدي او بقع ظهرت على جلده او كان في نهجان؟ سامعاني يا فاطمه؟ لا. بقول لحضرتك هل كان في معاها اي اعراض تانية، طفحه على جلده، بطش كده على جلده او نهجان في صدره؟
فاطمة في طفحة في جلده أو بقع؟ لا لا. تمام. ومفيش أي حاجة من نعم؟ اتفضلي. شكرا اتصالك يا فاطمة والدكتور هيرد عليكي حالا. هي أستاذة فاطمة بتتكلم ممكن في نقطة تانية، وبرضه لازم احنا نكلاريفاي الكومبلين، دي حاجة أساسية عندنا، اللي هو احنا لازم نتأكد إن الشكوى أساسية، فبرضه لازم نتأكد إن هي فعلا درجة حرارة عالية. يعني بالترمومتر أو الطبيب يشوفها. الحاجة التانية احنا لما بنتكلم في نزلات معوية متكررة خصوصا في السنة الأولى، فاحنا عندنا حاجة تانية لازم نكون واخدين بالنا منها، عشان كده حضرتك سألتها على الطفح الجلدي أو إن يكون معاها نهجان أو أي حاجة تانية مصاحبة، لأن وارد إن يكون حاجة من حاجات حساسية اللبن. وده هتحتاج تقييم شامل تاني، وممكن تحتاج تمشي على لبن معين أو الأم تتمنع من أكلات معينة. تمام. فده محتاجة تقييم ككل زي ما قلت حضرتك، لأن وارد نزلات المعوية المتكررة ديا إنها تكون أنواع معينة من الحساسية، لأن مفيش حاجة فيروسية هتفضل تتكرر عليها كده على طول. وزي ما احنا قلنا في أول الحلقة إن الروتا فيروس أو النزلة المعوية بتبقى أكتر أصلا في الصيف، لما هي بتقوله 10 شهور وبيتكرر عليه الشتاء. بتيجي في الشتاء برضه يا دكتور؟ بتيجي في الشتاء بس النسب قليلة أوي. ناخد أم حبيبة معانا على التليفون. أم حبيبة مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور بعد إذنك؟ معاكي الدكتور اتفضلي. ماشي، لو سمحتي يا دكتور، أنا عندي ابني يعني عنده 10 سنين. تمام. بس عنده جرثومة في المعدة. فالدكتور يقول لنا مثلا بتروح لوحدها من غير علاج، ودكتور يقول لنا ده بيحتاج خضروات، مش الدكتور يقول لنا محتاجة مضاد حيوي معين. فدي علاجها ايه، او نمشي معاها ازاي؟ انا بس هتاكد من حضرتك عشان اللي قال لحضرتك التشخيص جرثومة، هل جرثومة ولا قال ميكروب حلزوني؟ لا جرثومة. جرثومة. تمام. يعني قال لك في انا عايز اعرف دي بتقعد قد ايه مثلا عنده، هل بتروح، هل ليها ضرر على الطفل، طب ناكل وين، نشربه ايه؟ تمام. يعني عايز استفسر بس من حضرتك تعرفني الوضع يبقى ماشي ازاي بالظبط. تمام. بعد اذنك يا دكتور. تمام تحت امرك. شكرا لاتصالك يا ام حبيبه، والدكتور هيرد عليكي حالا. هي لو برضو احنا نتكلم ان احنا هي لو هي جرثومة معدة زي هي فعلا ما هي بتقول، او ميكروب حلزوني للمعدة، فده ليه علاج، مش ملوش علاج. لا ليه علاج، كورس معين، مضادات حيوية على مضادات حاجة بنسميها بروتون بامب بي بي يعني حاجة معينة كده كده لازم تمشي عليه فترتها الاساسية. فلا هو في علاج لازم هتمشي عليه. طبعا انا ما ينفعش ان انا اوصف اسمه على الهواء كده كده، بس هو الاصل في علاج بيمشي عليه من اسبوعين لثلاث اسابيع بتمشي عليه، وبعد كده بنعيد التحليل تاني نشوفه هل هو موجود ولا لا. الحاجات التانيه بقى اللي احنا هنمنعه من ايه او ما نمنعوش من ايه، هو عادي ياكل كل حاجه، بس الحاجات الاصليه اللي احنا نمنعها اي حاجه معلبه او بيدخل فيها مواد حافظه، دي حاجه اساسيه ان هي تتمنع، العصاير المعلبه، الشيبسي، الشوكولاته، الحاجات دي، لانها هي بتهيج المعده، ووارد ان هي تكرر له الم البطن. وبغض النظر يعني هو يكون هو السبب لوجع بطن المتكرر غير جرثومه المعده. طيب دكتور، قبل ما ناخد الاتصالات انا اسال حضرتك سؤال. احنا كامهات اول لما اولادنا بيتعبوا بنجري بناخد مضاد حيوي قبل ما نروح لدكتور. هل كده خطر يا دكتور؟ ما هو ممكن يبقى برد عادي، بتقول ده دور برد عادي فممكن يخف، مش لازم اروح لدكتور. تمام. هو الحاجه الاساسيه اللي زي ما قلت لحضرتك تقول لك ان احنا المضاد الحيوي مش ملبس، وما ينفعش ان احنا نديه للطفل من نفسنا ابدا. المضاد الحيوي ده لازم استشاره طبيب. هو ده خلل عندنا في سوق الدواء هنا، وكده كده يعني بقى في خطوات بتتاخد دلوقتي عشان نوقف يعني ان هو يطلع كده من غير روشتة المضاد الحيوي. احنا تقريبا عندنا اكبر نسبة مقاومة للمضادات للبكتيريا من اكبر دول العالم في مقاومة البكتيريا، مقاومة للمضادات الحيوية. ده كله بسبب الميسيوز او استخدام المضاد الحيوي الخاطئ. وده احنا مش هنقول عليها بس اهل امهات بس ولا ثقافة مجتمع بس، لا ده ثقافة دكاترة كمان. يعني احنا الكلام ده يمكن بشوفه اكتر بحكم تخصص دقيق في الرعايه المركزه للاطفال والحاجات دي. احنا وارد عندنا بيطلع عندنا انواع من البكتيريا ما بنلاقيلهاش مضاد حيوي نافع ليها، بسبب ان هي الطفل اخذ مضادات حيويه انما عنده انواع معينه من البكتيريا بقت مقاومه للمضادات الحيويه. فالام لو هتعالج او هتدي علاج للطفل يبقى علاج للعرض.
علاج للعرض. لو سخونيه يبقى هنديله دواء السخونيه، لو بيرجع ممكن دواء تركزها لحد ما تستشير طبيب، لكن انها تدي مضاد حيوي من نفسها ابدا لا. يعني غير كده ان احنا هنطلع اجيال من البكتيريا مقاومه للمضادات الحيويه، كمان هنقلل مناعه الطفل ومقاومته للامراض بعد كده. ولذلك بتجيلي يا دكتور ده انا كان كذا وكان سخن وكذا واديته مضاد حيوي لسه من اسبوع ورجع لي تاني. ما هو انت ممكن اصلا تكوني العدوى اللي كانت عنده دي فيروسيه وانت اديتي حاجه غلط فمناعته قلت ورجعت عليه بقى بكتيريا دلوقتي. فلا يعني مضاد حيوي من نفسنا ابدا لا. معنا اتصال يا دكتور. الو. الو السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. استاذ رضا. ازيك يا مرحبا. ازيك يا دكتور. استاذنك الاول توطي التلفزيون بعد اذنك. ماشي يا دكتور. عايز اكلم الدكتور. اتفضل يا فندم اتفضل. يا دكتور انا عندي عيل اسمه زياد. تمام. بياكل اي لقمه بيرجعها. اي لقمه يعني بياكل ماشي ويقوم على طول يرجعها. تمام. هل الترجيع هو عمره قد ايه يا ابو زياد؟ خمس سنين ونص. وزنه قد ايه؟ والترجيع ده معاه من امتى؟ يعني الترجيع دي بقى له حوالي سنتين ولا حاجه. سنتين تمام. اه. لكن من قبل السنتين كان كويس. كان كويس مش حاجه. ومستمر معاه طول السنتين ما بيوقفش؟ لا بيوقفش يعني ياكل اي ياكل ويرجع على طول. تمام. ومفيش يعني انت شايف وزنه كده قدامك شبه الاطفال اللي في سنه ولا اقل منهم؟ لا بيزيد يا دكتور يعني بيزيد. يعني بيقل يعني؟ بيزيد. بيزيد. بيزيد؟ وزنه بيزيد يا دكتور. يعني وزنه مش بيقل، يعني هو بيرجع وزنه مش بيقل، وزنه بيزيد. بيطلع في زياده. تمام. لكن مفيش وقت من الاوقات اشتكى هو مسك راسه او كان معاه صداع او كان في اي اعراض تانية غير الترجيع دون او رجع دم في اي وقت من الاوقات او اي حاجه من دي؟ كان وهو صغير كان عنده مصروف في الدم. تمام خلاص عالجناه منه وبقى كويس خلاص. تمام. فطبعا طلع